The accent we use our model. اللهجة اللي نستخدمها واللكنة اللي نستخدمها كنموذج. Model كنموذج. Is the one is that the most often. هي الأكثر recommended. الموصى بها. يعني إذا يجيب لنا اللغة نستخدمها كموديل هي الموصى بها. Recommended for foreign learners. الموصى بها للمتعلمين الأجانب. Studying British هي أنه تدرسين اللغة البريطانية الإنجليزية. Studying British English اللغة البريطانية الإنجليزية هي الموصى بها. It is has for long time تدرس منذ زمن طويل. Identified by the name عرف على الاسم. أولا received pronunciation المتلقي أو المستلم لللفظ. الريسيفد المتلقي أو المستلم البرونونسيشن لللفظ. يوجوالي أبريفيت دائما يختصروها. شي يحطون الار ياخذوا ياخذون البي مال هاي الكلمة يعني الانيشيال البدايات مال الكلمات ياخذون الار والبي يطبقون يطلقون عليها الار بي معناتها الريسيفد برونونسيشن. The name is old fashioned. هو اسم قديم. And misleading. ومضلل. يعني شنو مضلل؟ يعني هو أبًا عن جد يستخدموه يدرسوه. ما يعرفون تاريخه شو وقت يبدي. فيسموه misleading. مضلل. The old fashioned. والاسم قديم. فإذا قل لكم الار بي the name. الاسم ماله. فراغًا يجيب لكم. Old fashion اسم قديم misleading مضلل. The word received mean فراغ. ماذا تعني كلمة received؟ يعني المستلم. Accepted المتقبل معناتها المتقبل. أو يجوز يقلبها يقول لك accepted mean فراغ معناتها received المستلم. وشنو المستلم؟ هو يعني يجي شخص يعلمك لغة مثلا يقول لك قولي good انت تقولين good. انت ايش سويتي؟ تقبلتي الكلمة او استلمتي الكلمة الاستلام او التقبل ونطقتيها مثل ما هو نطقها. هو هذا معنى انه المستلم لللفظ. provide تكون مقبول. which is implied تعني that other accent اللهجات الاخرى of English are not provide غير مقبولة. اللهجات الأخرى باللغة الإنجليزية not provide غير مقبولة. احتمال هذا هم يجي فراغ. إذا يقول لك other accent اللهجات الأخرى of English are فراغ اكتبي له not provide غير مقبولة. من هي المقبولة؟ provide هي الار بي. الار بي هي received المقبولة acceptable. عندنا البي بي سي accent. هاي البي بي سي. هاي ليش يسموها بي بي سي؟ لان يستخدموها المذيعين مال الاخبار بالتلفزيون بالمسلسلات فيتكلمون ينطقون بيها فاطلقوا عليها البي بي سي. بي بي سي اكسنت لهجة البي بي سي هي الفصحى. احنا نسميها اللكنة الفصحى. since it most familiar اذا قال لك most familiar اللي اكثر مألوفة اكتبي له بي بي سي اكسنت الاكثر مألوفة. أو إذا جبتش البي بي سي اكسنت تعريفها فراغ اش تكتبي له بالفراغ؟ قولي له the most familiar الأكثر مألوفة as the accent used كلهجة أو كلكنة used by most announcers من قبل المذيعين and news reader والمذيعين الأخبار and بي بي سي والقنوات البي بي سي بريتش and the broadcasting وقنوات البث channels البث independent television ويعتمدون عليها بالتلفاز independent television. هاي كلها احتمال يجيبها فراغات. احتمال يجيب لك وين نستخدم البي بي سي فراغ وفراغ وفراغ وتيش تكتبي له announcers المذيعين news reader قراء الأخبار بي بي سي and British قنوات البي بي سي independent television يعتمدون عليها بالتلفزيون البرودكاستينج channels وقنوات البث الحي. not
all the of them. ليس فقط هم ذولا، أيضا يستخدموها ال شو اسمه بالمدارس، يستخدموها العائلات الحاكمة، الوزراء كذلك هم يتكلمون فصحى. Queens or King English مرات تسمى اللغة الملكة أو الملك، Queen or King، إما ملك أو ملكة بالإنجليش باللغة. هي هاي ال R B. عندنا هنا يقول Do we recommend British English as the best choice؟ هل يمكن نعتبرها هي الخيار الأفضل الموصى به بالنسبة للغة الإنجليزية for learners للمتعلمين الأجانب؟ And other accent are inferior، أو اللهجات اللي أقل منها inferior to it، الأقل منها شأناً. راح تقولين نو no، احنا ما نستخدم لغات اقل شأنا من البي بي سي. راح يقول لك واي، اعطيني سبب. من البي بي سي is the accent that has usually been chosen by British، هي اختاروها البريطانيين، chosen by British، اختاروها البريطانيين التيتشرز المعلمين to teach the foreign learners، لتعليم الطلاب المتحدثين الأجانب أو الطلاب الأجانب، يعتبرهم الأجانب شنو هم اللي ما يتحدثون الإنجليزي، اللي إحنا نعتبر متعلمين أجانب، لأن هي الإنجليزية مو لغتنا، إحنا نعتبر أجانب عليهم، فيعتبرون الفورين ليرنرز المتعلمين الأجانب. It is the accent، هاي تلف الأي والبي والسي تحفظيها. هاي إذا جبلك منطوق السؤال why البي بي سي is the recommended British English، هي كلغة كلهجة كأكسنت موصى بها حول العالم the best choice أو كخيار أنسب. شنو السبب ليش البي بي سي كخيار أنسب؟ لأن هم المعلمين يدرسوها للطلاب مالتهم، ولأن هاي الأكسنت هي fully described، موصوفة بشكل كامل. يعني شنو؟ يعني كل كلمة تلقي لها معنى، لأن أكو اللغات أكو كلمات ما تلقين إلها معنى، ما موصوفة بالكامل، لكن هاي اللغة fully described، موصوفة بالكامل كقواعد وكلغة من حيث الجرامر الفوكابيولاري السبيلينج، موصوفة بالكامل fully described، فتكون كخيار أفضل. It has been used to bases for textbooks، يستخدموها بالدكشنريز بالقواميس وبالكتب واللفظ مالها. فهي ها ثلاث أسباب، أول شيء واي البي بي سي، ليش البي بي سي؟ من أنت أخاف ما تعرفين المنطق، بس يقولك واي بي بي سي، اكتبي لذني الثلاثة من تشوفين واي بي بي سي. بي بي سي is the accent، هي اللهجة أو اللكنة. That has usually been chosen by British، تكون مختارة من قبل البريطانيين. Teachers، ها مو بس بريطانيين، teachers المعلمين. To teach to foreign learners، لتعليم المتحدثين الأجانب. رقم اثنين، it is the accent، هي اللهجة أو اللكنة. That has been most fully described، اللي هي موصوفة بشكل كامل. السبب الثالث، it has been used as the basis، هي تكون تستخدم بشكل أساسي for textbook and للجداول و pronunciation dictionary وللقواميس، القواميس هاي اللي احنا نجيبها. هي أيضا تستخدم البي بي سي، يعني هالكلمة هاي معناها هذا لفظها، يسموها البرونونسيشن ديكشناري، تلفظ القواميس أو القواميس المتلفظة. هو هذا ما في الموضوع.